هاي ملك، هاي جوزيف، كيفنا اليوم؟ الحمد لله، انت كيفك؟ اشكر الله. شو محضرنا اليوم بحلقه المطبخ العربي العريق؟ اليوم من المطبخ العماني عم نعمل كم وصفه منه، طبق بالسمك، طبق بالدجاج مضروبه، رز مع السمك المنقوع، حنعمل رقاق بالبيض والجبن الكريم، وحنعمل شاي السبايس اللي بينشغل، بس لنشوف قد ايه في تاثر شاي بالمطابخ. شاي في بقلبه بهارات او شيء سبايس تي، وحنعمل بالحلو بالكوكونات، يعني كيك، كوكونات كيك اللي هو من المطابخ العمانية. حنبلش هلا اول شيء نحضر عجينة رقاق، اوكي، ونغيحها اللي هي حناخذ طحين ابيض. هي مثل السمبوسك يعني؟ لا 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 لا، خبز. اوكي، طحين ابيض كوب، طحين اسمر. ليه طيب مثلا نخلط الطحين ابيض وطحين اسمر؟ لانه حسب قد ايه بدك قوه بالطحين اول شيء، ثاني شيء انه ما ننسى الطحين الاسمر فوائده وبيطلع لون الخبز مختلف. فينا نعمل بس طحين ابيض او بس طحين اسمر؟ اي فيك اكيد، بس طحين اسمر اكيد بيكون اقسى شوي لانه مش مقشور على طول. مزبوط، بنشوف الخبز الاسمر شوي اقسى من الخبز الابيض. ما يعني منه بيقولوا لين مثل الخبز الابيض، فما ننتبه قد ايه عم نستعمل. هلا حناخذهم مع بعضهم، فكوبين طحين مع كوبين مع كوب مي اكيد بنحط، ونرجع بنزيد المي بعدين. بدك زد لك انا اكيد. بعد بتكون العجينه شوي رخوه على طول، يعني ممكن هيدي مثلا معلومه للمشاهدين انه نزيد شوي شوي المي كرمال نقدر نتحكم بالمكونات الموجوده. حط بعد مي بليز. هي تقريبا بدها كوبين مي. تكرم عينك شيف. ميرسي. ونحط بعد شوي بليز. ماشي. العجينه بدها تكون رخوه شوي لانه بدنا نمدها مد بعدين على ال المقلية. اما هو مبدئيا بتنعمل على الجريل. هي من الاكلات الفطور اللي كثير موجوده بالمطبخ العماني والمطبخ الخليجي بالاجمال، اللي هي عجينه رقاق. الخبز بيشبه خبز الصاج اللبناني، ف بيتاكل الصبح اكثر شيء على الفطور، واكيد بيتقدم خبز جنب اليخانه في يخنه، هذا اليخنه مع الرز صح؟ مش اجباري مع الرز، لا. كمان بعمان العيش هو الرز ولا الخبز؟ بعتقد العيش هو الرز. اوكي. العيش هو الرز لانه بعتقد هون بلندا كلها بتسمى العيش رز. هلا هي العجينه حنريحها شوي، بعدين نشوف اذا بدها مي. اوكي. هلا حنبلش بطبق اسمه مضروبه. مضروبه الدجاج اللي هي عصيدة من الرز معمولة، كمان من الوصفات الموجودة بالمطابخ العمانية. وبعدين بنشوف انه كلمة بورج كمان في تأثر من الأكل الإنجليزي، لأنه كمان الإنجليز عايشين بمنطقة عمان. هلا حناخذ بصل، بندورة، ثوم. يعني بتحس المطبخ العماني هو خليط من المطبخ الافريقي الخليجي والاجنبي الاوروبي والهندي. والهندي مش اكيد الجزيره الهنديه. مزبوط، لانه يعني شبه القاره الهنديه مش جزيره. لانه من خلال السفر وهيك صار يستعملوا يمكن البهارات والكاري بشكل كبير بالمطعم العماني وبالخليج كمان. وبننسى انه كمان حتى الجنسيات من القاره الهنديه موجودين بعمان، مش موجودين بالخليج، فلذلك بنلاقي كمان حضارتهم بالاكل موجوده بالمطابخ العمانيه اما الخليجيه بالاجمال.